السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف التاسع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد أن شرحنا قصيدة بعد الفراق الوحدة العاشرة فلسطين في القلب، سنجيب عن أسئلة المعجم والدلالة، ونبدأ بالسؤال الأول صفحة 14. أضف إلى معجمك اللغوي هذه المعاني: لاحة، ظهر، العباب، كثرة الماء وعباب الموج ارتفاعه، الغلاب، الأخذ بالقوة والقهر، الألباب، العقول ومفردها لب، الملاب، أحد أنواع الطيب. هذه المعاني تاسع حفظ. ننتقل إلى السؤال الثاني. عد إلى المعجم الوسيط وتعرف معاني المفردات الآتية: ينجلي، يزول ويختفي، جبل، صب الماء على التراب أو خلطه، السنة، الضياء، أعيا، أتعب. ننتقل للسؤال الثاني. ننتقل للسؤال الثالث. ما جذر الكلمات الآتية: الأحباب، حببة، احتساب، حسب، المستعمر، عمر. إذن نلاحظ أن جذر هذه الكلمات هو أفعال ثلاثية: حببة أي حبة، حسب، وعمر. ننتقل إلى السؤال الرابع. فرق في المعنى بين كل زوجين من الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي: يا فلسطين لا تراعي، فإنا لم نزل في الدنا نخوض العبابة. معنى لا تراعي هنا أي لا تهتمي ولا تفزعي. عليك أن تراعي ظروف الآخرين، عليك أن تراعي ظروف الآخرين بمعنى أن تقدر ظروف الآخرين. ب: ينجلي الظلم والظلام إذ ما التهب الشعب في النضال التهابا. التهب معناها احترق. التهبت أذني فذهبت إلى الطبيب بمعنى ورمت أو أصيبت بالتهاب. جيم: هذه دارنا جبلنا ثراها بالدم الحر فاستحال ملابا. معنى استحال أي تحول أو صار. استحال على أخي الحضور اليوم لأن الطائرة تأجلت رحلتها. نقول استحال أي صعب أو لم يقدر. إذن استحال في الجملة جيم، استحال الأولى تحول، استحال على أخي الحضور بمعنى صعب أو لم يعد قادر. ننتقل للإجابة عن أسئلة بعد الفراق، أسئلة الفهم والتحليل. نبدأ بالسؤال الأول. ما السؤال الذي لا يستطيع الشاعر الإجابة عنه؟ السؤال كان هو: لا يستطيع الإجابة عما حل بفلسطين من تشتت وتفرق. السؤال الثاني: على ما يدل عدم قدرة الشاعر على الإجابة عن السؤال في رأيك؟ يدل على الحزن والبؤس والحالة الصعبة. إذن يدل هذا على حزن وبؤس الشاعر وحالته الصعبة. السؤال الثالث: ماذا يحدث للشاعر كلما ذكرت فلسطين أمامه؟ نلاحظ تحرك قلبه وخفقه. كلما انفعل الشاعر راح يكتب الشعر وقصائد شعرية تعبر عما يختلج في قلبه. السؤال الرابع: كيف عبر الشاعر عن حبه وانتمائه لفلسطين؟ نلاحظ أن الشاعر عبر عن حبه وانتمائه لفلسطين بالانتساب إليها ورفضه الانتساب لأي مكان آخر غيرها. السؤال الخامس:
ما نتيجة البعد عن فلسطين كما بين الشاعر في البيت الرابع؟ وكان البيت هو: ما بعدنا عن طيب أرضك إلا زادا البعد من ثرأك اقترابا. نتيجة البعد ازدياد التعلق والتقرب إليها وزيادة الأمل بالتحرير والعودة. السؤال السادس: كيف طمأن الشاعر فلسطين؟ نلاحظ أن الشاعر يطمئن فلسطين بأن المقاومة ستستمر طالما بقوا على قيد الحياة. السؤال السابع: تساند الشعوب العربية فلسطين في نضالها وكفاحها. إذن تساند الشعوب العربية فلسطين في نضالها وكفاحها، أين ورد هذا المعنى في القصيدة؟ نلاحظ في البيت السادس معنى في نضالنا كل شعب عربي يرى الحياة غلابة. السؤال الثامن: ذكر الشاعر الطريق التي يزول فيها الظلم عن فلسطين، بينها. الحل: انتفاض الشعب، ويتمثل هذا الانتفاض بمشاركة واتحاد الشعب العربي في مقاومة المحتل. السؤال التاسع: يبدو الشاعر متفائلاً، دلل على ذلك من القصيدة. نذكر أبيات التي تدل على تفاؤل الشاعر كما قلنا. البيت الثامن: ويطل الفجر الحبيب ضحوكا ويضيء الدروب والألباب. إذن هذا البيت يدل على تفاؤل الشاعر. السؤال العاشر: اذكر ثلاثة أمور يفخر بها الشاعر وردت في القصيدة. الشاعر يفخر بالمقاومة، يفخر أيضا بمساندة الشعوب العربية لفلسطين، والانتساب لفلسطين. السؤال الحادي عشر: أشار الشاعر في البيت الأخير إلى المقاومة، بين ذلك. في البيت الأخير: نحن من عطر الميادين أمجادا وأعيى المستعمرين طلابا. نلاحظ أن الشاعر أشار بوضوح إلى المقاومة، وكان هذا بافتخاره فيها وبيان شدتها المتمثلة بإنهاك المحتل من خلال المقاومين الذين عطروا الساحات بدمائهم. السؤال الثاني عشر: أكثر الشاعر من ذكر المكان، أذكر أمثلة على هذا. كلمة الديار كما قلنا تدل على فلسطين، كلمة الميادين، وكلمات الدروب. ما دلالة هذا في رأيك؟ يدل هذا على حبه وتعلقه بوطنه، وإثبات وتأكيد بأن له حق بوطنه. إلى هنا نكون قد أنهينا إجابات المعجم والدلالة وأسئلة الفهم والتحليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.